عودناكن على شوبينج هين وسريعة ام تي في ضمن برنامجنا شوبينج باي بستسلر، مكفين نطلع عليكن يوميا مع اصنافنا الجديدة المختلفة والمميزة العملية لكل شخص منا، والاهم انها فيري هاي كواليتي. وين ما كنتوا عم بتابعونا اختاروا الايتم يلي بهمكن، تصلوا على بستسلر على 01 44 55 55 وبيوصل الغرض لعندكن وين ما كنتوا بلبنان، فري دليفري. في كتير ناس بحبوا يخبزوا خبزاتهم بالبيت وبطريقة هينة وسريعة. هسا جماكر مصنوع من مواد ما بتلزق أبداً، فينا نعمل عليه مش بس خبز، فينا نحضر منقيش زعتر، جبنة، لحمة بعجين، وحيلا شي بيخطر عبالنا بالفرن. وإجمالاً تنعمل خبز بالفرن بدنا فرن بتوصل حرارته لل 900 درجة، وهيدا شي مش وارد بالبيت إلا مع هسا جماكر. فينا نعمل كل أنواع الخبز ومشتقاته عليه بطريقة صحية وكتير سريعة، وزنه خفيف وفينا ننقله وين ما بدنا ومصروفه كتير قليل نسبة لسرعته. أكيد مكفول وفيكن تحصلوا عليه ب 112 ألف ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان، فري دليفري. تصلوا على بستسلر على 01 44 55 55. كلنا منحب ناكل تابولة بس منعت الهم فرم الخضرة والبقدونس لأنه بياخدوا وقت كتير. مع 60 سكن تابولة انحلت هالمشكلة. هالمكنة بتفرم البقدونس بثواني، ما إنا إلا نشد الخيط 3 أو 4 مرات، وكل ما نسحب الخيط أكتر كل ما بينفرموا زيادة. ومش بس هيك، ارتحنا من فرم البصل يلي ببكي كل ستات البيوت كمان بثواني وبينفرموا. والأهم كمان إنه ما بقى نعرض إيدينا للسكاكين وما بقى نتلبك بالأدوات الكهربائية التقليدية التقيلة. 60 سكن تابولة بتفرم البندورة من دون ما تغرق بالصوص تبعها، وبتفرم أشياء كتير قاسية مثل مكسرات، وحتى الجزر بتقطعه لشقف صغيرة من دون أي مجهود بإصبع واحد 3-4 مرات وبيجهز كل شيء. 60 سكن تابولة مكفولة لمدة سنتين وفيكم تحصلوا عليها ب 52,000 ليرة. ومش بس هيك، بيجي معها هالسلاد بول هدية. ما لكم إلا تتصلوا ببستسلر على 01 44 55 55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان، فري دليفري. إذا شعرنا فريزي وعم بعذبنا تنملسو أو بدنا نعمل براشنج بسرعة لأن إجينا مشوار ضروري ومش قادرين نروح عند الحلاق، ستريت برو الجديدة الأصلية هي الحل. بتمشي على الكهرباء، مكفولة ومصنوعة من أجود أنواع السيراميك، مزودة بإنفراريد تحمى كتير بسرعة، وفينا نقوي أو نخفف حرارتها مثل ما بدنا. وأكيد فيها LCD سكرين تنحط الحرارة يلي بتناسب شعرنا، وفيها توصل لل 230 درجة. يعني قد ما يكون الشعر صعب تمليسه، هاي ستريت برو الجديدة بتقوم بالمهمة وشعرنا بيملس بسرعة. وأكيد مكفولة لمدة سنة، فيكن تحصلوا عليها ب 58,000 ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان، فري دليفري. تصلوا على بستسلر على 01 44 55 55. إذا كان الإزاز موسخ من برا ومش قادرين تنظفوه، أوقات منضطر نطلع على سلم عالي أو نمشي على السطح، الحل هو تشيلو برو الأصلية يلي بتنظف من جوا ومن برا بنفس الوقت. تشيلو برو الأصلية مزودة بمغناطيس كتير قوي لينظف لنا الإزاز قد ما يكون كبير بثواني قليلة من جوا ومن برا بنفس الوقت. الممسحة ميكروفيبر كفيلة بإزالة كل الأوساخ الموجودة بتمسيحها بطريقة سهلة وفعالة. تشيلو برو الأصلية في منها للإزاز العادي ب 68,000 وللدوبل فيتراج ب 150,000، والأهم إنه مكفولة لخمس سنين. تصلوا على بستسلر على 01 44 55 55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان، فري دليفري. من زمان طناجر الضغط بيسهلوا لنا حياتنا وبيطبخوا بسرعه، وهدول الطناجر اهين واسرع طريقه للطبخ. هيدا السيت مؤلف من طنجرتين، وحده 9 لتر والثانيه 6 لتر، وفينا نستعملهم اثنيناتهم كطناجر ضغط او كطناجر عاديه، لانه بيجي معهم غطى للضغط وغطى للاستعمال العادي، وفينا نبدلهم مثل ما شايفين على هيدا الشكل. مصنوعين من ستانلس ستيل 18/10 ومسكاتهم باكليت، يعني ما بيحموا ابدا. هالبريشر كوكر مكفولين وبيريحوا البال، فيكن تحصل عليهم الاثنين ب 250,000 بس، وبيطلع معهم هلا هالهديه كبه ميكر تنعمل فيها قراص الكبه. اتصلوا ببستسلر على 01 44 55 55 وبيوصلوا لعندكم وين ما كنتوا بلبنان، فري دليفري.
قديه بنتمنى يكون عنا معدة وبطن فلات، بس هيدا من دون شغل كتير، عذاب ونوادي رياضية ورجيم كمان. بس مع فايبرو بيلت الجديد انحلت هالمشكلة. فايبرو بيلت كتير قوي وسريع وبيبرم موتوره بسرعة تيعطينا النتيجة يلي بدنا إياها، والنتيجة هي تكسير كل الدهون من المنطقة يلي منحطه عليها، شدد عضل وإزالة الترهلات تيصير عنا الجسم يلي عطول منحب إنه يكون عنا إياه. فايبرو بيلت فينا نستعمله نحن وعم نحضر تي في أو نحن وعم نقرب التخت، حتى نحن وعم نسمع موسيقى وبحيلا محل بالبيت أو بالمكتب. كما فينا نستعمله على منطقة الأرداف كمان لمدة 10 دقايق كل يوم. فايبرو بيلت فيكن تحصلوا عليه ب 132 ألف ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان، عبر الاتصال ببس سلر على 01 44 55 55، وبيوصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. كوكينج بوك الأصلي شكله مثل مجلد، إنما بيحتوي على 4 شوبينج بولز بأربع ألوان مختلفة، كلهم فينا نقطع ونقص عليه نوع معين من الأكل، يعني الأحمر للحمة بس، الأزرق للسمك ولكل أنواع الفريدومير، الأبيض للأكل المطبوخ أوريدي مثل الروتي مثلاً، والأخضر أكيد للخضرة وللفواكه. كوكينج بوك الأصلي ما بينكسر قد ما يوقع على الأرض وقد ما نشد عليه، مصنوع من البولي برولان وبتحصلوا عليه ب 35 ألف ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. تصلوا على بس سلر على 01 44 55 55. هول كانوا الايتيمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا على بس سلر على 01 44 55 55 حتى بعد الحلقه. تابعونا دايما على ام تي في.